مدد 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 ولا ان الرسول ما عملش كده اصلا؟ لا عمل. مدد مدد. طب سؤال بقى قبل ما نخلصها ونخش بقى على الزواج اللي انت سميته قاصرات المبكر. عايز اقول لك حاجه انا لفتت نظري يعني مدد الرسول بس رد واضح مدد يعني انا مش بتنطط ولا حاجه بس يعني حلوه يا رسول الله. انت قلت اللي هيجي يفرض القانون العلماني الوحش للياخ؟ اه طبعا. بيت سورة البقرة بدأ أعوذ بالله مش طبعا هنقول علشان يوصل حضرتك تقول هذا الكلام علشان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ماشي دي بداية الخطوات اللي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قول لي الرسول لما تزوج على افتراض ايه هدى للمتقين ان هي تزوجت زي ما في الحديث اللي في البخاري ومسلم وممكن تقراها ذلك الكتاب لا ريب ان هي تزوجها كتب فيه هدى للمتقين طب عليها يعني في ستة ودخل ابانها بها في تسعة مين المتقين يا ربي كانت جالها الحيض ولا ما جالهاش الحيض؟ من الاول خالص من اول صفحه هو بيقول لك لم تذكر لا انا اقول لك بقى عشان انت مش مذاكر كويس بيقول لك بوضوح يعني مش ما فيش بعد وضوح لا ده انا مذاكر كويس وعندي الذين يؤمنون بالغايب طبعا انا اقول لك بس ما انت بتقول مش عارف عشان ما تقعدش اصل انا مش شايف انت بتقول مش عارف روايات الحديث يعني انت عارف لا يا حبيبي ما احنا مش متفقين على كده يعني. الحيض ولا لا رد لا انا مش عارف طب الحمد لله بص بقى انا اقول لك في حاجه هم عارفينها تصور انت بتكتب عقد مع حد اللي بيدرسوا حلوين كده اسمها تبويب البخاري وهو كذلك تبويب البخاري ده يعني ايه معلش حاجه معقده هشرحها بسيطه يقول لك اول حاجه انك هتشوف ان البخاري لما يحط حديث ما تحت باب ده هتؤمن بحاجات ما تعرفهاش فقه البخاري واقراره باللي حصل هتؤمن بحاجات مش شايفها بص بقى البخاري اول اتفاق حط الحديث ده في باب ايه بص انت موافق خش باب حديث زواج السيده عائشه نعم مش موافق مع الف سلامه يا حبيبي هو بيقول انا ما اعرفش جاله الحيض ولا لا يعني ولا ان الرسول ما عملش كده اصلا لا عمل وخالتي ايه ليلى داعيه لك مع السلامه البخاري سمى الباب ايه بقى فقد اخرج البخاري حديث في باب انكاح الرجل اللي هو الاب انما في الاول خالص دول المتقين ولده الصغار لقول الله تعالى واللائي لم يحضن خش بقى معانا بعد كده هنروح في عالم بقى يعني اقر ان I'm a black raven دليل زواج السيده عائشه ان هي كانت طفله ما حضرتش انت معترض على الزواج دي nephew of my كنت اتمنى ان يبقى في صدق ما انت بتقول دلوقتي زواج الاطفال غلط انت معترض على الزواج دي يعني امام الصدق الزواج دي خاصة انت معترض عليها لا ما تدخلش زواج خاصة كنت اتمنى ان اللي بيدعوا رسول الله انت دلوقتي قلت من شوية الفقهاء الاجماع دول انا خارج عنهم ان هم صح طب الرسول عمل كده هو ده اللي انت عايزين توصلوا ليه حاملي راية الدين يكونوا صادقين أنا هو ده المقصود اللي انا قلت لك مخلصين وامناء وشرفاء الهدف من الموضوع كله لا سوسو افندي وعدنا بحاجات كتير مش معايا بس بنات تتجوز ولا لا ولا اركب مش معايا اصلك انت قال لنا مصر هتبقى قد الدنيا وعمر وهو جابها الارض لكن ليس في وجهه نظر بس قسما بالله امهم كلهم مش معايا اصلك انت يا ابو بكر رموز الاسلام لم اتحدث كذبا قط ابو بكر مخطئ لانه زوج بنت صغيره للرسول اي حاجه انتوا بتقول انت دلوقتي خرجت على الاجماع من 10 دقائق ركز انت كنت اتمنى انت قلت كل اللي يقولوا للطفله تحت الحيض انا مش معاك انسان نرجسي بشكل مش طبيعي يبقى اجماع الاسلام كله خلاص نعم. طيب لما البخاري بقى كذاب يا خيشة كذاب قوي قوي خرج الحديث بالدليل ده يبقى انت خارج على ما فعله رسوله ولا ان الرسول ما عملش كده اصلا لا عمل ولا ان الرسول ما عملش كده اصلا لا عمل فهلاوي يعني وخالتي ايه ليلى داعيه لك مع السلامه فهلوي.